تبغي الابن ديالك يعيش نفس الحياه اللي عشتيها؟ ما كرهتوش يعيش الحياه اللي عشنا حنايا، ما كرهناش يعيش هو ديك الابن ديالي يعيشوا في هذا المجتمع اللي عشنا فيه حنايا، علاش حنا عشنا واحد الحياه يعني محترمه، حياه يعني لا مثل لها، يعني الحريه والتعبير والحياه والحشمه، العائله الجيران كل شيء عشنا يعني واحد الشيء اللي ما يتخرجش في العقل. اليوم شنا واحد الموقع يعني عشنا واحد الموقع، اللهم اللهم دفع البلاء والبلاوات. لا يعني نبغي ابن ديالي ما يعيش نفس الظروف اللي عشتها انا، يعني نبغي يعيش شي حاجه ما احسن اللي عشت فيها انا. اللي عشت فيها انا عشت مزيان الحمد لله، كل شيء مزيان، ضخم عشت مزيان، عشت في الكوزينه وعشت مزيان، سايت العالم كامل والحمد لله. لا ما بغيتش يعيش الحياه كيف بغيت انا، كيف انا خصني يكون الابن ديالي احسن مني. الانسان كل واحد كيطلب يكون ولده احسن منه، فهمتيني؟ لان المجتمع قبيح اليوم، هذا المجتمع ماشي حتى لان فيه مخدرات، فيه بزاف الحاجات كاين، فهمتيني؟ ما كرهش الانسان، الانسان ابنه يكون احسن منه. نتمنى الابن ديالي يدير هذه الوقيته هذه يعيش نفس الظروف اللي عشت. علاش؟ لحقاش مريت بواحد التجارب اللي زوينه في الحياه واستفدت بزاف وتعلمت نعتمد على راسي، ما كرهتش انا ولدي يكون بحالي، حتى هو من صغره يعتمد على راسه باش يكون المستقبل ديالو. لا كنبغي الولد ديالي يكون احسن من كيما دزت انا، يكون احسن او احسن احسن. علاش؟ حتى انا الظروف اللي دزت فيها شويه قاسحه وكانت بزاف ديال، دابا مريت من بزاف ديال الصعوبات باش تعلم شي صنعه وهذا وعاد، ولا قرا احسن باش ما يضربش الشمال. بالنسبه لي شخصيا غنكون فرحان الى عشت داكشي اللي عشتو انايا، حيت بالنسبه لي انا كانت الظروف الصغر ديالي دات شويه، المهم مزيان وما مزيانش، يعني بالنسبه لي الا دوز هذاكشي هذاك غادي تكون عنده واحد التجربه مزيانه في الحياه ديالو، وغيدي واحد العبره وغادي يشوف الحياه غايشوفها مستقبليه، ما غايشوفهاش فداك فداك يعني غيكون كيشوف في لافونير. يعني بغيتو يكون يعيش احسن من المعيشه اللي عشت انا، بعد ماشي في كل شيء، يعني من الحاجه اللي ما وصلت ليها انا يعني كنبغي الابن ديالي ولا البنت ديالي توصل داك الشيء اللي ما وصلتوش انا.